فلاشي الفوز السادس بالميدان والسابع في الموسم، متابعة لزينب الباري بكاميرا أنوار أفغاني. هزيمة أمام شباب قصبة سادلة قضت على أمال اتحاد الزموري للخميسات في التنافس على الصعود، ونقاط ثلاث للتدلويين بمثابة طوق نجاة مؤقت من مخالب النزول. سيطرة مطلقة للمحليين شهدها الشوط الأول من المواجهة، شباب واعون بأهمية الفوز امتلكوا الكرة واكتسحوا نصف الملعب، محاولة تلو الأخرى بحثا عن هدف قد يمسيهم الهزيمة الأخيرة أمام الطاس. ألكسندر كواسي كان الأقرب لتحقيق الهدف في أكثر من مناسبة إلى أن بلغ المراد في الدقيقة العشرين. دقائق عن نهاية الشوط الأول، مرحوم محسين كاد أن يزكي تفوق أصحاب الأرض لكن تسديدته مرت محادية للمرمى. إيقاع المواجهة انخفض خلال الشوط الثاني مع امتياز نسبي للزوار. فريق الاتحاد الزموري للخميسات ناور من كل الجهات أملا في تعديل الكفة، لكنه ارتطم بجدار دفاعي تدلاوي قوي لم يدخر جهدا في الحفاظ على نظافة شباكه. أخطر فرصة كانت من رجل مصطفى بدودان الذي كاد أن يباغت الحارس محمد بعمرة دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز شباب قصبة تادلة بهدف نظيف. هذا فوز معنوي وفوز اللي كيعطي تحفيز للعابة ديالنا، فاش كلنا واقفين برجل في الهوات حرام على هذا الفريق يكون في الهوات. كان من هذه المناسبة كنهني اللاعبين على المقابلة اللي قاموا بها، ومن هذا المنبر كنقول لكم بأن المردودية ديال اللعابة تحسون مالغري هذا الإحباط اللي كان عندنا قبل، والمقابلة ديال الطاس ما لعبت ما خدمتش للجو ديال هذا الأسبوع، ولكن الحمد لله النتيجة غتعطينا تحفيز كبير. النتيجة ديال اليوم خلتنا نخرجوا نسبيا بنسبة كبيرة من السباق نحو التنافس لحجز البطاقة الثانية ديال الصعود، وطبعا هذه النتيجة هي جات نتيجة تراكمات ماشي نتيجة ديال 90 دقيقة، مرتبطة بعوامل كثيرة طبعا احنا في المكتب واعيين بها وتناقشنا فيها في عدة اجتماعات. فوز وثلاث نقاط لن تكون كافية لإنقاذ شباب قصبة تادلة من مخالب النزول، لكنها دافع معنوي قوي للمباراتين المتبقيتين، الفوز فيهما يعني ضمان البقاء.